بذكريات المجد الآسيوي الأخضر يستقبل الأبيض الإماراتي في جوهرة جدة. ومارفك يؤكد مواجهة السعودية والإمارات ما فيها أسرار، والأهم النقاط الثلاث. والقائد الإماراتي مهدي علي: مباراة السعودية سترسم ملامح المنافسة في المجموعة، جماهير الأخضر هي المحفز لنا للفوز. والأهلي يلاقي برشلونة الإسباني بدعوة من الشريك الاستراتيجي، والنصر يدخل منعطف الشكاوى من جديد.